شو رح تحكي مع عاصم بالقصة؟ رح قل له اليوم وعد. تسلمي لي يا بنتي العالة، بنتي الحلوة. هذا عاصي بجوز، وهالعادة كمان جديدة، ما بيقدر يمد ايده ويطالع المفتاح من جيبته. هاي القطعة خالصة أمي. ألو؟ ميسون خانم، يسعد لي مساكي. والله الفستان ضيقنا، ولو تشوفي قديشه حلو. معقول ميسون خانم شو ما يلحق؟ خلص الصبح رح تاخدي. يا عيب الشوم، أنا من إمتى بتأخر بشي عليكي؟ يلا تصبحي على خير. رؤيا، وأنا مفكرتك عاصي. أهلا وسهلا. وفيكي خالة، أصلاً مريت لأسأل عن عاصي بس مرفت أصرت علي يفوت، فقلت بشوفكن خمس دقايق. عملتي منيح، عاصي لهلأ ما أجا، نحن ما اتصلنا فيه، مفكرينه بالمدرسة. مرفت روحي يلا حاكي بسرعة. مرفت لا تتصلي فيه، من شوي دقيت له تليفونه مسكر، نسي هدول بالمدرسة، وهو على الأغلب بده يشتغل فيهم بالليل، بس يجي عطوه ياهن. بدي أمشي. معقول يعني؟ معقول تمشي بلا ما تشربي شي؟ انتي ومرفت فوتوا لجوا، وانا بايدي كم شغله بخلصهم وبيجي. منشرب كاسه شاي جوا هلا. يلا عاصي كمان رح يجي بعد شوي على البيت، يلا منقعد هلا بالصالون. يلا. شو لسا عم تشتغل؟ ايه والله. مو عارفاني ليش هالك حالك بالشغل هالكم يوم. انا بدي زيد الارباح امي. الشركة هلا عم حاول صلح الامور فيها، مو هيك بدكن؟ بس شوي شوي ماجد. تصبحي على خير. وانت بخير روحي. إن شاء الله تقتنع. ناريمان صارت بعيدة، تركنا، حياتنا ما عاد تدخلها. بدي أشوف عائلتي مع بعضهم مجتمعين دائما. هو ممكن يكون في شوية خلافات موجودة، بس ما بيجوز نلاقي حل بمكان تاني. من اليوم ورايح ما بدي أشوفكن متزعلين منوب. ونحن مالنا أولاد صغار بابا، أنا على القليل مالي صغيرة. بلشنا يعني؟ شبكي روقي نور، أنا عم بمزح معك ولو. خلصنا لو سمحتوا. تمام، أنا ونيفين كبرنا ومنحل خلافاتنا بهدوء. مزبوط، نحن كبرنا. ممتاز، بتلاقوني بالمكتب. فايزة خانم، ممكن تشرفي على المطبخ؟ جاي فورا. بتحبي تشوفيني عم بغلط على طول نور، بس هالمرة هي انتي الغلطانة. ماجد وأنا أحسن من قبل بكتير، واللي بدي إياه صار، مفهوم؟ ماجد وناريمان انفصلوا خلص، وشفتي بعيونك ماجد وناريمان ما بيكملوا مع بعض، وكنت بعرف. أنا من الأول أصريت بسبب هالموضوع، وكان عندي حق. انتي بتعرفي شو بقلبه؟ لا تكوني عم يا نور، ما جربتي تشوفيه لماجد ولا مرة عن قرب؟ انتي شايفة انه ناريمان لساتها موجودة بعقله؟ عن جد كتير بتشكرك نور،
بس أنا لغيت هذا الموضوع بنوب، انتهى بلا مزح. إيه نيفين متضايقة من وضعكم، يعني من نومتك ببيتنا ريمان. ماجد أنت بالضبط شو اللي بدك تقوله؟ والله اللي بدي أقوله يا نور، لا تنامي ببيتنا ريمان، يعني هيك العيلتين بصيروا يتخانقوا. يعني هذا رجاء نور، بكفي بقى. ماجد كل حركة هلأ إله، وكل كلمة حتى عن ناريمان بتقول حسب الغلط اللي ارتكبه. ندم على الغلطة اللي ارتكبه وخلص، وبعدين هلأ ما عاد يسأل عن أي شيء إلا بس بالشغل وأنا بهالحياة. عن جد أنا فرحت لك، يعني أكيد ما حكون مبسوطة وأختي غرقانة بالهم، بس لازم أعترف بشي كمان، بخاف من عنادك إنه يصير السبب بتعاستك أنتي وتعاستي اللي حواليكي. بس أنا اللي ربحت يا نور، رح أضل مبسوطة على طول. صحة وهنا على قلبكم، أنا ما رح أكل. معقول هالحكي يا بنتي؟ الصبح ما فطرتي؟ أنا أكلت بالمدرسة سندويشة وهلأ بدي ارتاح فوق. تصبحوا على خير ناريمان. كمان أنا أكلت بالشركة. ليلى صحة على قلبكم، تركيهم على راحتهم. فهمنا ليلى، هلأ عم بتقول إنه بالشركة أكلت وهي هنيك بتاكل، بس ناريمان ما فطرت الصبح حتى. هالحالة هي معاجبتني، خايفة توقع من طولها. ما ضل كتير. شو هالحكي هاد فايز؟ بشو عم بتفكر أخي؟ لو سمحت احكي لي وريحني بقى، رح تطققني أنت التانية. يلا الشوربة رح تبرد. أوف أوف، شو الأخبار اليوم؟ مثل ما أنا. معناتها منيح. خد شحن لي. يلا هات لشوف. خير يا؟ حكي لي ليش مبسوط، شو السبب بقى؟ ناريمان اليوم أعطيتها هدية ميلادها. إيه وإنت لازم تكون مبسوط. خليك مروق واسمع، ناريمان وماجد انفصلوا عن جد هلأ وما عاد في بينهم شي. ناريمان هلأ مهمومة شوي بس رح تصحى. لو تشوف شلون كان وش ماجد، هاي الحالة اللي بقتله كتير. كيف ركب السيارة ومشي ما انو شايف شي؟ شو دخلك ناريمان وماجد؟ فهمني انت ليش حاشر حالك؟ ناريمان رفيقتي، لا تنسى يا غشيم، وما بتعيش هي وياه. مشان ناريمان عم ساوي هالشي كله. بالله شو؟ عصي غني لي غنية. بالله مستحيل. غني لنا غنية تحكي عن الحزن والهم. ليش؟ خسرت تجارتك وأفلست؟ أفلست؟ ليلى خانم أخذت كل العقل اللي كان عندي وراحت. مو معقولة هالبنت بدها تجلطني. طول عمري وأنا مقهور يا. مين اللي عم يتصل؟ أمك على التليفون. شو أمي؟ عصي مو شايف إنه الوقت تأخر كتير؟ تعا فوراً. اسمع رؤية عنا هون بالبيت، البنت صار لها كم ساعة قاعدة، عيب يا ابني. بسرعة تعا، يلا بسرعة وبلا ما تطنش عصي. طيب جاي فورا. شو شبه؟ رؤية عنا بالبيت، ما هي عم تجي كل يوم اصلا. عصي اسمع، ما تحكي ولا كلمة، اي كلمة بتقولها رح تندم. هات الشاحن. هات. يلا بخاطرك. الله معك.
ماجد شاغل لي بالي كتير هالكم يوم. برأيي إنه ما تاكلي همه. الولد لعيلته شغله كله. وأنا فخور بابني. مو هيك. براسه في شي تاني أنا متأكدة. بكرة بتشوف. الشركة أثرت عليه وعلينا كتير. إيه مو سهلة. كنا رح نخسر كل شي بنملكه. لحق معك. انسى. راح هداك الوقت. مو على الآخر بس. بقي القليل. كريم اليوم بالشركة الضيف يلي إجا أنس بيك. مين هاد؟ مو قلت لك من الصبح إنه هو زبون قديم وبيجيب شغل؟ يعني ما حسيتك كتير مبسوط من جيته الصبح. والله أنا ما بحب يجيني هيك نوع من الناس اللي بدون طعم قريش. السكرتيرة ما عرفت تتصرف. ايه ناريمان احكي، ليش انت هيك فارطة على الاخر؟ شبكي يعني انت مانك اول بنت حبيبة بخونة وبتركها وبيمشي. ليلى شو رأيك تحلي عني شوي بقى؟ قولي بدك تعدي وتفكري شوي. ليلى معقول انت لهلأ بعيدة مو موجودة بالموضوع كله؟ ها شوي بلشتي تفهمي. ايش شو هادية؟ يعني كشري عن سنانك وطالعي جنانك ودوري على حقك حتى لو مني خدي كمان. بلكي إذا طلع صوتك بتتفتح عيونك بقى وبتشوفي شو يلي عم بيصير. وجوابي على سؤالك موجودة على طول يا حب. والشي المهم إنه كل اللي صار فيكي لهلأ أنت سببه يا حياتي. مساء الخير يا حب. ها هاي صديقتك إجت. حطوا راسكم براس بعض وبكوا شوي. هاي شو عم تحكي؟ شو بدك فيها؟ شبك ما صفي لون بوشك ولا حتى لمع بعيونك الحلوين لو سمحتي ناريمان. مو بإيدي والله فخرية. مو جاي على بالي أعمل أي شي بنوب. وقلبي لسه لهلأ موجوع. وشو بتساوي؟ رح تضلي هيك لحتى تموتي مشانه؟ بجوز إذا نمت بتحسن. عاصم وانتي لابقين كتير لبعضكن ومبين عليه كتير انه بيحبك. ما ايه ما انا حاسة فيه وبحبه. وبهالحالة ما في شي لتاكلي هم، كل شي رح يكون رواق. ماشي وانتو كيفكن؟ شو الوضع انتي وعاصي هلأ؟ والله ما عم افهم بنوب بصراحة. احيانا بيهتم شوي فيني بس احيانا بكون ولا على باله. بهالفترة هو مبسوط وعم يعاملني بطريقة كتير حلوة. بقى المفروض افرح بالنصيب ولا شو؟ ما رجعوا باسك احكي. لا مساء الخيرات. اهلا وسهلا فيك. وينك لهلا رؤية؟ صار لساعة ناطرتك. رؤية شوي. اهلا وسهلا رؤية. بس انشغل بالي من جيتك اليوم. شوفي لا مو شي محرز، بس هالملف نسيته بالمدرسة ومرقت مشان اتركه بالبيت. وبعدين اخذنا الحكي انا وميرفت. يستمر. ليش العجلة؟ بشوفه بعدين مو مهم. يلا انا تأخرت. بكرة بشوفك. بكرة كمان تعي لعنا رؤية. بتشرف. رح انزل معك على الباب. شكرا. بقصد يعني ما في لزوم، ما انا سيارتي قدام البيت. بشوفك. بشوفك.
ناريمان لسه نايمة بنتي؟ لا صحيت هلأ بتنزل. ناريمان لوين رايحة يا ميسر؟ بدي روح الدوام، صار لي فترة أنا عم بعطي الصغار من دون ما أحضر، رايحة بكير بحضر درس اليوم. طيب بس بالأول كلي وروحي حضري. شكرا مو مشتهية أكل، باكل أي شي بالمدرسة هلأ. وقفي وقفي، طولي بالك لأعمل لك سندويشة هيك بسرعة طيبة تاكليها على الماشي أنت ورايحة. عمتي ما في لزوم. ناريمان يلا لشوف، لا تطلعي بلا أكل. خدي كمان، انا رح امشي. صحة وهنا على قلبكن. الله معك، الله يفتح بوشك. صباح الخير ماجد بيك. أهلين ألمة، بتدعي كل مدراء الأقسام على اجتماع، خبريهم. أمرك يا بيك. نيفين خانم كمان. تمام. ما له لزوم. هذا الاجتماع أنا بحاجتك فيه كتير يا نيفين. أنا جنبك كل يوم. ممتاز، بس يجهزوا خبريني. حاضر ماجد بيك. خليكي على طول نايمة، الله ليوفقك إن شاء الله. ما ضل ولا فنجان ما حطته بهالخزانة. شوفوا شو لقيت هون. فهيز شو هذا؟ قلي هالعشاء بدي الكل مجموعين. نوران بدي احكي معكم. وين نظاراتي؟ ما بعرف وين حطيتهم.
بدكن تسافروا؟ قول. ناريمان لما بتجي بتعرفوا كلكن شو القصة. ماجد بيك اسمعني. روحي من وشي ليلى. ماجد بيك بدك تسمعني ضروري. ناريمان وضعها مو منيح، لا عم تاكل ولا بتشرب، شوفها صايرة مثل الشبح إلا شوي. ما بعرف شو صار بيناتكم بس ناريمان انأذت منه، وبجوز إذا ضل الوضع هيك تموت بالآخر. ناريمان لأنها ما قدرت تعيش معك، الموت صار حلها الوحيد. ماجد بيك بلكي بتقدر انت تعمل لها شيء. انت ما عندك دروس اليوم؟ بلا، وما بقي شيء للولاد حتى يجوا. عاصي، ناريمان استأذنت بدها تتأخر شوي بالجاية. يعني يا ريت لو خبرتنا من امبارح. ما بصير الصف تبعي يضل بدون معلمة. تمام، أنا بحلها. ناريمان بهالوقت رح نداريها. ماجد هلأ تركته على الأكيد. وعم تحاول تتوازن. وبتقولي لها لما تحس حالها أحسن بتعطي الدرس. فكرة حلوة، كلك ذوق، شكرا كتير إلك. بدي جيبه رأي. عاصي، عم حس كأنه أنت عم تهتم زيادة بناريمان مو؟ بنو، ناريمان موظفة معنا هلأ، والمفروض إن نوقف جنب بعضنا بمثل هاي الظروف. هاي غير إن رفيقتي من زمان ولازم كون واقف جنبها. بتعرف أنا عندي فضول إنه أعرف شو سبب هالابتسامة الغامضة اللي على وشك هالكم يوم. يا ترى السبب هو حالة ناريمان هاي؟ يعني انفصال عن ماجد، ولا مو معقول يكون هذا السبب؟ طبعاً مستحيل، يعني مثل ما قلت ناريمان رفيقة قديمة إلك وموظفة عنا. مزبوط هالحكي. ومو معقول تكون مبسوط هيك لأنه هي تعبانة. ما تزعل مني، بعتذر، استعجلت باللي قلته. مرفات، انت ريحتيني كتير يا بنتي. لو تعرفي كم سنة صار لي ما طلعت من البيت ابدا. عاصم الثاني عنده شغل دايما. كمان انا مبسوطة بهالمشوار معك. اخ، على عيشة الختيار. ما حدا بيقدر يحس بحالته بنوب. هالايام بتمشي مثل لمح البصر، بس تكبري بيوجعك ظهرك يوم، وايديكي ما عاد يشتغلوا. الختيار والبيبي بيصيروا هيك مثل بعضهم. مقبولة خانم، ليش هيك عم تحكي؟ ايه والله والله، من فترة جارتنا اجوا ابنه وكنته واخدوه على دار العجزة لتعيش هنيك. يعني تصوري انه هالمسكينة تركت بيتها وعيلتها مجبورة. بس الواحد ما لازم يظلم هالولاد، كمان لساتهم شباب، والعيشة مع ختيارة صعبة كتير بنفس البيت. والله انتو كمان بدكن تبعتوني على دار العجزة مثلهم؟ لا يا عمري، مو معقول نعمل هيك شيء. ما بزعل منكن أبداً، هاي حالتي قدامك.
بعرف انه بحتاج رعاية وطولة بال، وشباب وصبايا هالايام ما بيحبوا انه يكونوا مع ختايرة. والحق معه. انتي لشو تبقي مهمومة بهالشغلات هاي؟ شو انك صبية منيحة يا بنتي، قلبك مثل وشك كمان حلو كتير. شكرا يا روحي، شكرا. هذا الخاتم هدية من طاهر بيك، هداني اياه من 50 سنة، هلأ صار إلك. من قلبي بتمنى انكم تتجوزوا وتعيشوا بسعادة كمان يا بنتي إن شاء الله. شوفي ميرفت. أوه ميرفت، خير إن شاء الله؟ طلع أنت وحماتك مشوار يعني؟ أي والله شوفت عينك خالتي عفت. مقبولة حماتي حبت إنه تشم الهوى، قمت جبتها لمشيها بالجنينة. لك ميرفت، بس تتجوزي ديري بالك عليها، بنوبك ثوابها والله. إيه هي هلأ ما لحدا غيركن يا بنتي. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. أهلا. صباح النور. اللي عم تعملوا معهم ما بيتقدر بثمن يا عاصي. الفضل لك عمي فايز، ونحن تقدمنا من وراء دعمك. أنا قدمت للفكرة شوية دعم، بس المهم الفكرة. شوف هالولاد ما أحلاهم، هن بأمانتك. أنا واثق إنه رح تمشيهم على الطريق الصحيح يا ابني. بتمنى مو بنص الطريق تتركهم. عمي فايز أنا عاصي استعجل، صار وقت الدرس. طيب طيب جاي فورا. يلا بشوفك. فخرية، ناريمان هون. شكرا كتير. ناريمان لو سمحتي شوي، بوعدك اني رح امشي بسرعة وما رح ضايقك ابنه. بعرف مثلك انه هون بيخلص الحكي، وانا حكيت اللي عندي هداك اليوم واخدت بعض القرارات المهمة، وواضح انه انت كمان اخدتي قرارات مهمة. بشو فكرتي ناريمان؟ شو ما كان اللي ببالك لا تعملي، لا تأذي حالك هيك. قالوا لي ما عم تاكلي شي بنو، ما فيكي تعيشي هيك ناريمان. ما فيني عيش مثلك ابدا ماجد، ما فيني اتصرف كأنه ما صار اي شيء بحياتي كمان. انت بالذات اخر واحد ممكن يقول شو لازم ساوي. ناريمان
ناريمان. 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 ناريمان شبك. ناريمان. لو تركتني ورحلت لما سألتك لما تركتني، ولكنني لن أنسى لحظة التقينا. لحظة اللقاء تختزل كل العمر وتحوله إلى سعادة. عيناك ملجأي، عندما أنظر فيهما أشعر أنني أحلق كالفراشة، في عينيك رحيق حياتي. ليت هذه اللحظة لا تنتهي أبدا، وليت شمس حبنا لا تغيب لتضيء لنا الطريق، كي نمضي إلى آفاق تحفها السعادة ويصبح كل الأفق مأوى لحبنا، كي نحلق بلا قيود في دنيا السعادة. هي! نحن نمتلك العالم. هذا هو العشق، يصنع لنا أجنحة لنطير بها. أشعر أنني أحلق وأطوف العالم دون قيود. سأجعل من حبنا أسطورة كما أنا أحبك. ناريمان؟ رجعت صحيت هلا. هاي صحيت، شفتوا؟ ناريمان انت منيحة؟ مرحبا. ان شاء الله صرتي احسن شوي لو سمحتوا. بعد اذنكم ممكن تتفضلوا لبرا، الأوضة زحمة كتير. لأنه بدي ضل أنا هون معه دكتور لو سمحت. فخرية لا تمشي. أوه يا الله، الحمد والشكر لك. الأدوية جيبوهم فورا. طيب أنا رايح جيبهم. يا فايز أخي، الله يخلي لي إياك، أوعك تسافر وتاخذ ناريمان. والله خطي، مو شايفة شلون داخت ووعيت؟ ما عاد بنوب تتحمل هالمسكينة، أصلا مرضت من كتر الزعل. أرجي أغلو، أنت منيح؟ إيه الوضع عندي والله مو منيح. فرنسا أخبارها ما بتبشر بالخير كتير، ما تدبرت سيولة معي لهلأ. بلا مزح جواد، شو كنت متوقع؟ مبلغ مثل هاد ممكن دبره في فترة قصيرة، مستحيل ما جيت. يعني على الأقل كم شهر هيك لازم. ليك الموضوع مو مستحيل، بس كمان بده شوية وقت. بعض الشركات ما بيعطوا موافقة مباشرة بنوب، يعني وهذا أكيد حقهم. خففت التقسيط قدر الإمكان، بس بدنا 6 أشهر ماجد، ولا تحلم بأقل منهم. خلص فهمت،
مو شكله بيمشي الحال، وهي النهاية. أكتر من هيك أنا ما عاد فيني كمل. مستحيل. ماجد أنت وين رايح؟ قول ليش جمعتنا هيك على ملا وشنا؟ شو الموضوع يلي بدك تحكي فيه؟ كأنه صاير شي مو منيح. جاي أخبركم بقرار مهم. ماجد يلا احكي بدون مقدمات. أنا تعبت من الحزن اللي مرافقني.